حدائق الفسطاط. فسطاط مصر أنشئت عام 641 ميلادية على يد عمرو بن العاص. يتوسط موقعها الآن معالم القاهرة والجيزة. يستهدف المشروع تطوير منطقة جامع عمرو بن العاص، منطقة الحفريات، مشهد آل طبقة، متحف الحضارة، عين الحياة، مسجد أبو السعود الجرحي، مجمع الأديان، منطقة التلال. واستغلالاً لهذه الإمكانات المميزة، فقد تم وضع تصور عمراني يربط بين العناصر من خلال 8 مناطق رئيسية. منطقة الأسواق التي تحتوي على ساحة ومسجد عمرو بن العاص وأنشطة تجارية للحرف التقليدية المميزة للمنطقة، وتطل على منطقة الحفريات والمبنى متعدد الاستخدامات، كما تتصل بمنطقة القصبة التي تحتوي على فندق بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي. منطقة الوادي حيث التلال المميزة، وتحتوي على مسرح الوادي وبحيرة الزهور المصرية، وتحتضن سفوحها أنشطة احتفالية كالأفراح والحفلات الخاصة بالإضافة إلى مسار الدراجات والطريق. تتاخم منطقة الوادي منطقة الحدائق التراثية، والتي ستحتفل بالإرث النباتي المصري، وتقع في محيطها ساقية الدوحة. بحيرة عين الحياة التي سيتم على ضفافها إنشاء المطاعم والمقاهي المميزة. وساحة للعروض الفنية والحفلات الموسيقية التي تطل على أيقونة بصرية مميزة. المنطقة الثقافية والتي تحتوي على متحف الحضارات والحدائق الإسلامية وحديقة أعمال النحت ومنطقة المغامرات المخصصة لأنشطة الأطفال. لقد آن الأوان لكي تستعيد الفسطاط دورها ومكانتها التاريخية، تحقيقاً لقول الشاعر: تبدت عروسا والمقدم تابها، ومني لها عقد كما انتظم الدر.